تخيل إنه توصل لمرحلة من اليأس ما تقدر حتى تتخيل، إنه تخاف ما بكرة يكون بعد أصعب من اليوم. أنا بالنبعة وقصة أبو علي لازم تنسمع. أبو علي، نحن جينا نزورك اليوم، أنت وأم علي، نطمن عنكم. أنتم معنا، علي وينه؟ علي ببيته. ببيته؟ يعني بيطلع عليكم من وقت للتاني؟ ميته لو بيروح. عنده صبي بنت، بيقف البيع ومرات بفوت جوا بفل دغري. عندكم أولاد غيره؟ عندي يعني معه هو 4 صبيان وبنتين. طب مين بيطمن عليكم؟ يعني أنتم كمان عندكم وضع صحي دقيق؟ إيه، عندي يد عنه عمر حرام، هو يطلع فينا حسب الزبنيات بتاعته المصاري. شو بيشتغل هو؟ يعني بتهندس، هو ساتلايت. اوكي. ابو علي، شو القصة؟ في شيء بالقلب؟ ضل مريض حرام. تضخم بالشرايين القلب؟ ايه. ما بياخذ حرام. مرة غريب. مرات بيغبى بالارض. مصوريني كذا مرة. رحت حكى مستشفى الحكومة عندنا. كل مرة رح نجي. لأنه رابطنا مدير المستشفى. هون بدك تأمن نمرة، لأني معي مصاري أنا أمن. ما كنت جيت له. له مصاري مع العالم كثير، بس ما حرم يعني بيبيع الدعم، بيحمل على دعم. بس بالجبل صار زحليت. بيعمل لك حجة، ايه الدنيا تعلم. ايه هلا ما داري. يا عمي طيب انا شو ذنبي؟ ابو علي عم شوف في دموع بعيونك. شو اللي عم بضايقك اكثر شيء؟ انه انضربوا وضع الصاحب ولك في عالمنا ما تاكل ولا ما تتحكم، بتبيع بيوتك. من لحظه انه كله ارضي. هذا زلمة من هذا ما زلمة انه بضعفها. شو اللي اكثر شيء بضايقه لابو علي؟ هو بس الوضع الصحي او كمان الوحده؟ الوضع الصحي، انه واحد يوصل لعمر وما حدا بيسال عنه. بيفكر انه كمان اكثر شيء بيفكر فيه لانه ممرض. يعني ما صار كثير عم يحطوا علي كرمال هيك بيخف عليه. انت شو وضعك الصحي؟ انا السكري. السكري. عم تتدربي مزبوط؟ عم تاخذي العلاجات اللازمه؟ عم باخذ العلاجات. مره بيعلى على الزعل بفكر فيه، بس عم بيعلى. بلاقيه هيك كثير تعبان، قد ما يكون جوز بزعل. اكيد. مين عم بيساعدكم؟ الله بيساعد الجميع. والناس؟ الناس عم بتساعد؟ الحمد لله. نحن لا بدنا نمد ايدها، بدنا حق الالي، حق الالي يعني تعبي من على جبينه. ليه ما عم بيعطوك حقك؟ بيعملوا لك لانه معتمدين على الكذبة بعنا عندنا. في منهم بلعين لي ارض. في مرة تبوك لك الاخو بالعكس. شو بدي اعمل؟ ام علي، لما بتطالبوا الناس بحقوقكم شو بيقولوا لكم؟ قولوا ما معنا، هوني معنا. وبيعمروا عندهم احلى بيوت. احلى عفش. شفتك عم تبكي من شوي، ليش؟ زعلت. ليش شو؟ شو اللي بيزعلك اكثر شيء؟ هو بتخاف عليه؟ طبعا. في نسيتي يلزوها بعيد كي عمي شو اللي صمت او صليت او بالارعب حساب علي حساب عرب. طيب انا بيقولوا لي عندك اولاد شباب وعندك كذا. يا عمي ما اول شيء ما في شغل، ثاني شيء اللي عم يشتغل كان معه اشياء حطهم بباقي حرام. سحبنا سحبونا صار يحكمنا. اللي مره اللي مره لامي يشترون ادوية، والمدير المستشفى اللي اقرب شيء قد ما في انه ساعد، بس ما في هو مش هو الدوله. انا بالنسبه لإلي ما بدي مستشفيات بس ينام اوتيل، بدي ادويه اهم. انتوا اللي بدكم اياه هلا بشغل طارق هو هو الدواء، هو كلفه العلاجات اللي انتوا بحاجه لها، لانه اللي عندكم امراض كمان صعبه ومزمنه، السكري والقلب. نعم على طول هالمواضيع. نحن رح نعمل المستحيل لحتى نقدر نساعدكم، ويا رب انه هالشهر بالسنه اللي جايه يساعد الجمع. رمضان كريم ام علي، رمضان كريم ابو علي، رمضان كريم.